والله غالب على أمره، يعطيهم ولكن لا يتركهم، يمهل ولا يهمل. وما الحرب الروسية الأوكرانية بدون الدخول في التفاصيل إلا من ضمن حكمة الله تعالى لدفع البلاء بالبلاء، ومن أدركها وعرفها أدرك الآن بعض حقائقها، وستدركون كثيرا من الحقائق بعد حين بإذن الله تعالى. هذه الحقائق ينبغي أن تتضح، ينبغي أن نلتفت لأبنائنا وبناتنا ولشبابنا ولأنفسنا. ديننا هو صمام الأمان، والله لو رأيت الصورة التي صورت الجوية للكعبة المشرفة في هذه الأيام والمسجد النبوي، ألوف من البشر في ليلة 27 في المسجد الأقصى، 250,000 ممن صلوا في المسجد الأقصى. هذا الذي يوجع قلبهم هؤلاء الذين يريدون للمجتمعات الإسلامية التفتت والتشرد. ماذا صنعنا؟ يقول نحن ضخينا في سنتين، استغللناها استغلال لإبعاد المسلمين عن دينهم، واستغللنا الوباء، فترة الوباء، لضخ الإلحاد، لضخ الشذوذ، لضخ الأفكار الهدامة. مع ذلك يعودون بقوة، يعودون لملء المساجد، يعودون للاحتضان القرآن والمصحف، يعودون مرة أخرى. حتى قال أحدهم في ضمن اجتماعاتهم: ما دام هذا القرآن موجود لا يمكن أن تعملوا شيئا في الشرق. فإذا علينا أن نعي تمام الوعي لهذه المخططات الرهيبة الصعبة التي يخطط لأبنائنا ولشبابنا، كما قال الله: ومن أصدق من الله قيلا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هؤلاء لا يزالون على ذلك، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يجتهدون، يبذلون قصارى جهد، يوظفون جميع المنظمات الدولية، هذه باطنها فيها الرحمة وظاهرها من قبلها العذاب، فيها إنسانية، فيها الصحة، اليونسكو، التعليم والثقافة، ولكن تتبطن، تستغل استغلال شديد لتوظيف مؤامراتهم على الدول الضعيفة ليفقروها وليفتوا اقتصادها. فإذا فتوا الاقتصاد وضيعوا التعليم وميعوا الأخلاق، قل على المجتمع السلام، ما الذي يملكه بعد ذلك؟ وهذا الذي حصل. ما الذي حصل من هذا الأزمة؟ اقتصاد صعب، ضعيف، ضرائب كثيرة، حالة الناس صعبة، والفقر أخو الكفر. الفقر أخو الكفر. ماذا يصنع الإنسان؟ سيسرق، سيختلس، سيرابي، سيفعل أي شيء لتوفير المال، ولا يبالي أن يبيع عرضه أو يبيع ضميره أو يعني يبيع مبادئه. التعليم، وما أدراكم ما التعليم وحال التعليم الآن؟ توظف هذا في هذه الوقت بالتحديد لإبعاد الأجيال عن التعليم الصحيح والتربية الصحيح. ثم ضخ هذه الوسائل التواصل الاجتماعي، ضخ هذه الأفكار من الإلحاد، حتى أصبح الآن بؤر ومؤسسات تنفق عليها الملايين لأن يدخل الشباب في الإلحاد، لأن يجروا جرا في مجموعات سرية وعلنية، وتصرف عليها أموال طائلة للشذوذ والإلحاد وغير ذلك. نحن نقرأ أفكار يا إخواني، لكن اقرأوا ما وراء السطور، تتبعوا، ليس مجرد تخمين. هذا الذي شرى تويتر الآن ب 44 مليار، شرى يعني لعيونه فقط، يعني يريد يتاجر، عنده خير كثير، ملياردير، 44 مليار يشري تويتر، لماذا؟ وهو إذا قرأتم في سيرته أو من أول المنظرين للشاذين جنسيا في العالم. ما الذي وراءه؟ سترون هناك أشياء نفرح أنه سيطور، لا بأس، لكن هناك ما وراء الأكمة، ما وراءها يعني بذلك أنهم ينفقون إنفاق الذي يمسك البنك النقد الدولي أو الدولي، من يمسكه؟ العائلة اليهودية المعروفة التي تملك الاقتصاد العالمي وتسخره في توجيه طاقات العالم، في إفقار الدول بالمديونيات، ثم بعد ذلك فرض جميع القرارات من قبلهم حتى يذعنوا لها. غير التعليم، بدل المناهج، أبعد الناس عن الأخلاق والفضيلة، افعل كذا، افعل كذا، ضيق على الناس. هذا هو الحال الواقع،
وهذا لم نقله نحن، قاله هم، هم قالوه المنظرون، هم ما يسمى بالصدمة. الصدمة أن تصدم الشعوب، يأخذونها قليلا قليلا، التطوير، البناء، المشاريع، قروض كبيرة، ثم بعد ذلك يقعون في فخ الربا، تكون فيوضاتها أكبر من أساس المال، ثم بعد ذلك تفرض عليها قوانين جائرة تأكل الأخضر واليابس، ما يستطيعون بعد ذلك أن يخرجوا عن طورهم، فيغيرون ما يريدون. فننتبه لهذا الأمر، ننتبه يا إخواني، رمضان جاء فعلا لينعش العقول، نستفيد من هذا، نأخذ بالاحتياطات، نؤمن بأن المرض من الله، نؤمن بأنه وباء عالمي، لكن هؤلاء يستغلون كل شيء. وادرسوها من أيام الجمرة الخبيثة ومن كل وباء مر علينا، هذه أوباء وهذه جراثيم تنشأ في هذا الكون، ولكنها تستغل استغلال سيء جدا من أعداء الإسلام. والضحية من؟ مجتمعات المسلمين الذين لا يملكون قوة اقتصادية قوية تجابه الغير، أو قوة أخلاقية وتربوية، أو قوة إيمانية واعتصام بالله سبحانه وتعالى. فلا تكن ممن ضاع في الوسط، لا أنت مع ربك ولا أنت مع عدوك. القصة التي تسمعونها قصة رمزية، عندما جاء رجل شاب ولد مسلم وجد حلقة من حلقات العلم يقرؤون البخاري، فقال يا شيخ، يقول أنت تقرئ لهم بخاري، الناس واصل القمر، وإيش هذا التخلف؟ فقال يا ولدي، الشيخ ذكي، قال أنت وصلت القمر؟ قال لا. قال أنت لا معهم ولا معنا، أنت ضايع في الوسط، لا وصلت القبر معهم ولا تمسكت ودرست دينك. نحن نصل إلى رب القمر بديننا، لا مانع أن نأخذ وأن نتعلم وأن نبتكر وأن نخترع. المشكلة وجود فئة وسطية، هذه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء المذبذبين الذين سماهم الله مذبذبون، ينبهرون بالغرب وهم لا يعملون، لا لأجل أوطانهم ولا لأجل أخلاقهم ولا لأجل دينهم، لا مسكوا في دينهم وأخلاقهم ولا تقدموا وصنعوا وابتكروا، ضاعوا في الوسط. فلننتبه لذلك إخوتي الأعزة، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بفضله ورحمته، وأن يختم لنا شهر رمضان بالرضوان، وأن ننتبه أن نربي أبناءنا وشباب الأمة على كل خير، على كل فضيلة. لا تتردد أن تدرس ابنك في أي مؤسسة تربوية أو أي دورة أخلاقية أو في كل ما يعزز قيمهم ومبادئهم. اجعلوا القرآن حليفهم وأنيسهم وجليسهم وحصينهم، اربطوهم بالمسجد، اربطوهم بالصلوات، لا تدعوهم في البيوت يضيعون أو في الشوارع يتسكعون أو في الليالي يسهرون، اربطوهم بدينهم. لا عزة لهذه الأمة إلا بدينها، وأعداء الإسلام يعرفون بأنهم لن يستطيعوا أن يقضوا على الإسلام، لكن يريدون أن يظل المجتمع ضعيفا متهالكا. فانتبهوا لذلك، وخذوا بأنفسكم، وخذوا بأسركم، وخذوا بأبنائكم إلى كل خير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.